بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الثاني اللي خاص بسلسلة الـ ASP.NET Grid View Control. اليوم رح نحكي عن الـ Data Source Controls in ASP.NET. أنا محمد إماد عرفي، بهذا الدرس رح نتعرف على الـ Data Source Control واللي بتدعمني فيها الـ ASP.NET. اوكي، في الحقيقه في عندي مجموعه من الداتا سورس كنترول بتدعمني فيهم الاي اس بي دوت نت، اللي هم سيكوال داتا سورس، اوبجكت داتا سورس، اكس داتا سورس، اكس ام ال داتا سورس، لينك داتا سورس، وانتيتي داتا سورس. الان اذا انت فعليا كان عندك داتا بيز، وهي داتا بيز هي موجوده ضمن الاسك، ضمن اللي هو او خلينا نحكي مستخدمه او تم انشائها باللي هو سيكوال سيرفر، فبالتالي وفعليا بدك تستخدم داتا سورس كنترول لها، فبالتالي لابد انك تستخدم السيكوال داتا سورس. ايضا السيكوال داتا سورس هو ليس فقط خاص بالسيكوال سيرفر، بل هو ايضا اذا كان في عندك داتا بيز خلينا نحكي او ال اي دي بي او او دي بي سي او اوراكل داتا بيزز، بامكانك ايضا انك تستخدم السيكوال داتا سورس. تمام، اذا السيكوال داتا سورس ليس معناه فقط انه بيتعامل مع السيكوال سيرفر داتا بيز، تمام، بل بيتعامل مع جميع هاي الانواع المكتوبه عندي هون. تمام، ايضا اذا كان في عندك اللي هو بزنس اوبجكتس بدك تعمل مانجز للداتا، فبالتالي بامكانك انك تستخدم الاوبجكت داتا. اذا كان في عندك مايكروسوفت اكسس، فبالتالي لابد انك تستخدم اللي هو الاكسس داتا سورس. اذا كان عندنا اكس ام ال فايل، كذلك لابد انه نقدر نستخدم عندي هون الاكس ام ال داتا سورس. اذا كان في عندي لينك، لابد انه نستخدم اللينك داتا سورس. واذا كنت بتتعامل مع انتيتي داتا موديل، فبالتالي لابد انك تستخدم الانتيتي داتا سورس. اوكي، طبعا راح يتم مناقشه كل هاي داتا سورس كنترول بشكل مفصل، وهي فعليا موجوده بداخل اللي هو التول بوكس، وبالتحديد بداخل الداتا تاب زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، هاي بنسميها داتا سورس كنترول. الان في عندي مجموعه من الادوات، تمام، اللي هي فعليا بتقوم بعرض البيانات، مثل اللي هو الجريد فيو، مثل الدروب داون ليست، كلياتهم هذول بنسميهم داتا باوند كنترول. فبالتالي لابد انك حتى تقوم بعرض البيانات بداخل هاي الادوات اللي هي الداتا باوند كنترولز، مثل داتا جريد، مثل الجريد فيو، مثل الداتا ليست وغيرهم من هاي الادوات، لابد بالنهايه انك تتعامل مع الداتا سورس كنترول. تمام، الان اذا انت بدك تقوم بتزويد هاي الادوات اللي هي داتا باوند كنترولز بالبيانات، بامكانك اما تستخدم الداتا سورس كنترول، وهذا الحكي بجنبني اني اكتب كود، او طبعا اذا ما بدك تستخدم داتا سورس كنترول لابد من انك تقوم بكتابه اللي هو الكود. اذا بكل خلينا نحكي اختصار، بامكانك انك تقوم بجلب البيانات الى خلينا نحكي الى داتا باوند كنترول مثل الجريد فيو، اما عن طريق اللي هو عدم استخدامك لداتا سورس كنترول، فبالتالي لابد انك تستخدم الكود، او اللي هو عن طريق استخدامك للداتا سورس كنترولز. اوكي، تمام. الان خلينا نروح مباشره عندي هنا بداخل اللي هو الفيجوال، وخلينا نضيف عندي هنا اللي هو جريد فيو. لاحظت انه تم عندي هنا اضافه جريد فيو. الان اذا بدي اقوم بعرض البيانات بداخل هاي الجريد فيو، بامكانك انك ما تستخدم السيكوال داتا سورس، وبكل بساطه لابد انك تحتاج الى كتابه الاي دي او دوت نت. اوكي، الان لو رحت عندي مباشره بداخل النوت باد، انا اوريدي كاتب كود بقوم بعرض البيانات. لاحظت انه في عندي مجموعه من الستبس انا قمت بكتابتها. اول خطوه اني قمت بجلب اللي هو الكونكشن سترينج، وطبعا الكونكشن سترينج اسمه دي بي سي اس، وهو فعليا معرف بداخل الويب دوت كونفيج فايل. ولاحظت انه هون عماله بتعامل مع داتابيز اسمها سامبل. اوكي، فبالتالي اول خطوه اللي هي بالبداية انه تقرأ الكونكشن سترينج. ثاني خطوة انك تقوم بعمل كونكشن اوبجكت، فبالتالي لو رحت عندي هنا بداخل الكود لاحظ انه قمت عندي هنا بانشاء اللي هو كونكشن اوبجكت. بعد هيك الخطوة رقم 3 قمت عندي هنا هو بانشاء اللي هو الكوماند اوبجكت زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك مباشرة قمت عندي بفتح الكونكشن وتنفيذ هذا الكوماند حتى يقوم بارجاع اللي هو البيانات، وهي فعليا خطوة رقم اللي هي 4. بعد هيك مباشرة عملت اللي هو ربط لهي البيانات، بمعنى او باخر عملت بايندينج لهي البيانات مع الداتا باوند كنترول. لو رحنا بداخل عندي هون الكود لاحظت عملت داتا بايند لهي الداتا باوند كنترول. اوكي، لو وجيت عملت عندي هنا سيف وعملت عندي هنا رننج لهاي البيج، لاحظت انه راح يتم عرض البيانات زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان اذا ما بدك انت فعليا تستخدم اللي هو الكود بداخل عندي بداخل الويب فورم، فبالتالي لابد انك تحتاج عندي هنا انك تستخدم اللي هو الداتا سورس كنترول. اوكي، ف حتى تقوم باستخدام الداتا سورس كنترول، انا عندي هنا الداتا موجوده بداخل تيبل اللي هو اسمه تي بي ال برودكتس ضمن اللي هو مايكروسوفت سيكوال سيرفر. تمام، يعني الداتا بيز عندي موجوده داخل السيكوال سيرفر، فبالتالي لابد اني استخدم داتا سورس اسمه عندي هنا سيكوال داتا سورس كنترول. فبالتالي الان خلينا نروح على الويب فورم، وخلينا نقوم عندي هنا باضافه اللي هو سيكوال داتا سورس كنترول. اوكي،
الآن هاي هي أول خطوة. الخطوة الثانية، إذا هاي هي فعليا أول خطوة. أوكي، الآن الخطوة الثانية إنك تعمل كونفيجر لهذا الداتا سورس كنترول. فبالتالي خلينا نروح مباشرة نعمل له كونفيجر. فراح أروح مباشرة نضغط على هاي الأيكونز ونعمل كونفيجر لداتا سورس، ونختار الكونكشن سترينج اللي هو معرف ضمن الويب دوت كونفيج اللي هو شكله كالتالي. بعد هيك مباشرة راح أقوم بالنقر على نيكست وتحديد التيبل اللي بتعامل معه اللي اسمه تي بي ال برودكتس. بعد هيك مباشرة راح أقوم بالنقر على نيكست وعمل تيست ريكويري حتى اتاكد انه عماله بجيب البيانات. بعد هيك مباشره راح اقوم النقر على اللي هو فينيش. هيك فعليا تم ربط اللي هو خلينا نحكي سيكوال داتا سورس مع اللي هو الداتابيز. فبالتالي انا هنا بهاي عمليا بهاي خلينا نحكي الخطوه قمت بعمل كونفيجر لسيكوال داتا سورس. الان لابد انه نربط السيكوال داتا سورس مع اللي هو الجريد فيو. بامكانك اما تربطها عن طريق النقر على هاي الايكونز وانك تختار بعد هيك اللي هو الداتا سورس زي ما احنا فعليا شايفين، او بكل بساطه راح تروح على هاي الجريد فيو. بامكانك انك تربطها مع سيكوال داتا سورس عن طريق بروبرتي اسمها داتا سورس اي دي. والداتا سورس اي دي عندي هون راح يكون هو سيكوال داتا سورس نيم، و عندي هون سيكوال داتا سورس نيم اللي هو عباره عن سيكوال داتا سورس 1. فبالتالي راح نقوم بتمرير له سيكوال داتا سورس 1. راح تلاحظ انه الان ما عندي اي كود. خلينا نيجي نعمل سيف بعد هيك لهي الويب فورمز ونعمل رننج للبيج اللي هي عباره عن ويب فورم 1. راح نعمل ريلانش للجوجل كروم تمام مره ثانيه حتى نتاكد انه يبدو انه في عندي هون ايشو بالبراوزر. اوكي، فخلينا نرجع مره ثانيه نضغط على كنترول و F5 حتى يتم عرض اللي هو البيانات ضمن اللي هو الويب فورم 1. اوكي، او بامكانه طبعا نستخدم عندي هنا اللي هو انذر براوزر زي مثلا الانترنت اكسبلورر على سبيل المثال. خلينا نضغط على كنترول و F5 حتى نتاكد انه عماله بيتم عرض عندي هون اللي هو البراوزر. رح تلاحظ انه هنا عمالي بنفذ اللي هو النتيجه بداخل اللي هو الانترنت اكسبلورر. رح تلاحظ انه تم عرض البيانات داخل اللي هو الجريد فيو زي ما احنا فعليا اللي هو شايفين. اوكي، فبالتالي بامكانك انك تعرض البيانات اللي هو اما عن طريق استخدامك للكود، طبعا هذا يعني انه ما في اي عندنا سيكوال داتا سورس كنترول، او باستخدامك لسيكوال داتا سورس كنترول بهاي الحاله. لاحظت انه لما انا عملت كونفيجر للداتا سورس كنترول اللي هو سيكوال داتا سورس كنترول، لاحظت انه قام بالبدايه بتحديد الكونكشن سترينج اللي اسمه دي بي سي اس. بعد هيك مباشره قام بتحديد الكويري اللي راح يقوم بتنفيذها زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، اذا هاي هي الخطوات. تمام، اذا كان في عندك فعليا ما بدك تستخدم الكود، فبالتالي لابد انك تستخدم اللي هو سيكوال، او فعليا لازم تستخدم اللي هو داتا سورس كنترول. اذا بدك تستخدم عندي اللي هو الكود، لابد انك تستخدم اللي هو الاي دي او دوت نت، وطبعا ما في عندي اي داتا سورس كنترول. لابد من انه نشير لنقطه انه وانس انك انت فعليا استخدمت السيكوال، او خلينا نحكي بشكل عام انه اذا بدك تقوم انت بربط اللي هو الداتا باوند كنترول مثل الجريد فيو على سبيل المثال مع سيكوال داتا سورس، لابد انك تقوم بربطهم مع بعضهم البعض عن طريق البروبرتي اللي اسمها داتا سورس اي دي. اوكي، وطبعا جميع الداتا باوند كنترول زي الجريد فيو زي الدروب داون ليست في لهم بروبرتي اللي اسمها داتا سورس اي دي. بمعنى لو رحت مباشره بداخل الجريد عندي هنا واجيت قمت بربطها مع الدروب داون ليست، مباشرة بامكانك بكل بساطة تربطها مع الدروب داون ليست عن طريق اختيارك للتشوز داتا سورس. راح نحدد عندي هنا داتا سورس، لان هذا دروب داون ليست لابد انه يعرض تكست ولابد انه يعرض فاليو. حسب عندي هنا الداتا، الفاليو هي بتمثل الاي دي والتكست هي بتمثل النيم. فرحت مباشرة عندي هنا الداتا هي فعليا بتمثل التكست، فراح اقوم مباشرة باختيار النيم، والفاليو عندي هنا اللي هي فعليا بتمثل الاي دي. الان لو ضغطت على اوكي ومباشرة عملت عندي هنا اللي هو سيف وضغطت على كنترول و F5، راح تلاحظ انه مباشرة تم عرض البيانات، او تم فعليا تزويد الدروب داون ليست بالبيانات دون اني اكتب ولا سطر فعليا من اللي هو الكود. اوكي، اذا ليس فقط مع الجريد فيو، طبعا مع اي داتا باوند اللي هو كنترول مثل اللي هو دروب داون ليست مثل العديد عندنا من الكنترولز الموجوده هون. اوكي تمام، اذا هذا هو بالنسبه الى درسنا. بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.